السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع فيديو جديد من قناتكم عالم الكمبيوتر والبرامج. ازيكم عاملين ايه؟ رب تكونوا بخير. في الفيديو بتاع النهارده بإذن الله هعلمك ازاي تعمل رابط تحميل مباشر من موقع جوجل درايف، بحيث ان انت اول ما تضع رابط التحميل في المتصفح بتاعك يظهر ليك الملف اللي انت عايز تحمله مباشرة من غير ما تظهر ليك صفحة اللي هي استعراض الملف، وبعد كده تشتغل على تحميل الملف. طبعا ده بياخد منك وقت. لو حضرتك حابب تعرف هنعمل ده مع بعض ازاي، تابع معايا الفيديو للنهايه. الخطوه الاولانيه اللي انا هعملها ان انا هفتح المتصفح بتاعي، تمام كده، واجي على اللي هي الست نقط اللي موجودين هنا اللي هي تطبيقات جوجل، اضغط عليها وانزل اجيب اللي هو جوجل درايف، واضغط عليه وانتظر لحد ما يفتح موقع جوجل درايف. زي ما حضرتك شايف كده، موقع جوجل درايف لما فتح انا عندي هنا ملفات رافعها على الموقع. طيب انا حابب ان انا احمل الملفات ديت او اعمل لها شير مع اشخاص اخرين، فلما بتيجي تعمل شير للملف بتعمله ازاي؟ بتروح تضغط على اللي هو مشاركة وتاخد اللي هو مشاركة، هو هنا هيفتح معاك، وبعد كده بيقول لك الملف ده هتخليه حصري. فانا طبعا لازم اخليه اي شخص لديه الرابط عشان اي شخص يقدر يستخدمه، وبعد كده اعمل حاجة اسمها نسخ الرابط، وبعد كده اعمل تم. تمام. طيب هاجي اعمل لحضرتك تجربة عملية على اللي بيحصل من غير ما نختصر الملف ونخليه داونلود على طول. هنيجي نمسح الرابط اللي فوق ده بتاع جوجل، ونعمل بقى لصق للي هو النسخة اللي احنا خدناها من الملف اللي هو رابط تحميل الملف. هضغط على انتر وشوف حضرتك ايه اللي هيحصل. اللي هيحصل معايا انه الاول هيفتح لي الملف، هيستعرض لي الملف، وبعد كده بيقول لي انت عايز تحمله، اضغط على عملية التنزيل. تمام كده، اللي هي الحركه دي، ان انا اضغط على عمليه التنزيل عشان اقدر احمل الملف. طبعا هنتظر لحد ما يظهر ملف التحميل. طيب لكن الطريقه اللي احنا هنتعلمها في الفيديو ديت ان انت بمجرد، بص حضرتك الرابط بتاع التحميل ظهر اهو، بس مرينا بكذا خطوه. طيب انا عايز بقى ان انا بمجرد ما اضع رابط التحميل في قلب المتصفح يظهر معايا ملف التحميل مباشرة، ده اللي احنا هنتعلمه مع بعض في الفيديو بتاع النهارده. طب هنعمل ده مع بعض ازاي؟ كل اللي انت هتعمله هتفتح مرة تانية اللي هو المتصفح بتاعك، تمام كده، وتيجي على اللي هي الست نقط دول، تنزل تجيب اللي هو جوجل درايف، تمام. ولنفترض ان احنا هنعملها بقى على ملف ايه تاني عشان اوري لحضرتك الخطوات هتتعمل ازاي بالظبط. هاخد الملف ده عايز اعمل له عملية مشاركة، اضغط على اللي هي المشاركة، انتظر برضو لما تفتح معايا. تمام كده، هي بيقول لي جار التحميل، هتفتح معايا بالصورة ديت، هبدأ احوله من حصري لأي شخص عنده الرابط، وبعد كده اعمل عملية نسخ للرابط واضغط على تم. اصبح دلوقتي موجود معايا رابط تحميل الملف. في الوقت دهوت هتفتح ملف جديد، الملف ده لازم حضرتك تبقى كاتب فيه الرابط اللي انا عامله ده، الرابط بتاع التحميل ده انت حضرتك هتكتبه، وهوري لحضرتك ايه اللي هنعمله دلوقتي. دلوقتي هناخد مسافة كده، هضع بقى الرابط الاصلي اللي انا خدته نسخ من الملف. بص حضرتك ده الرابط الاصلي، وده الرابط اللي انا هستخدمه بحيث ان انا اول ما اضعه في المتصفح بتاعي يعمل عملية داونلود. طب ايه اللي احنا هنعمله؟ ركز بقى حضرتك معايا. بص حضرتك من عند حرف الدي والشرطة هبدأ انسخ، هاخد من بعد الشرطة الميلة، انسخ اللي هو لحديت قبل الشرطة الميلة التانية، هاخد الجزء ده نسخ. الجزء اللي انا خدته ده اللي هو الاي دي بتاع الملف اللي هو الرقم التعريفي بتاع الملف. طيب هعمل ايه؟ اروح جاي عند فيلد دي اللي هي مكتوبة، واروح اعمل لها ديليت، باك سبيس من لوحة المفاتيح تعمل لها ديليت، وبعد كده تروح اعمل عملية لصق للجزء اللي انت خدته. تمام كده، فاصبح انا عملت رابط جديد. الرابط ده بمجرد ما انت هتبعته لحد او انت هتستخدمه في قلب المتصفح بتاعك يظهر عندك على طول رابط التحميل مباشرة. طيب هنعمل مع بعض تجربة عملية على الموضوع ده. نفترض ان انت هتاخد بقى الملف ده تديه لحد تاني، او هتشيره مثلا على اي موقع من مواقع التواصل الاجتماعي، او تديه لواحد من زمايلك. بمجرد ما يضع الرابط في خانة البحث اللي فوق ديت هيظهر على طول رابط تحميل الملف، مش الرابط، هيظهر على طول الملف مباشرة بتاع التحميل. طيب انا عملت له لصق، كل اللي انت هتعمله دلوقتي وركز وشوف ايه اللي هيحصل. هضغط على انتر، انا انتظر لحظات بسيطة. بص حضرتك
ظهر لي على طول ملف التحميل بدون ما يعمل لي استعراض للملف. طبعا ده وفر عليا وقت كبير جدا وخطوات تانية، وفي نفس الوقت بيبقى سريع جدا. كل اللي انت هتعمله تضع الرابط بتاع التحميل بتاع الملف اللي انت عملته في قلب المتصفح، تضغط انتر، هتلاقي الملف ظهر معاك زي ما حضرتك شفت. طبعا بكده الفيديو بتاعنا النهارده يكون انتهى. ارجو ان انت تكون استفدت منه. ان شاء الله هترك لك الرابط اللي انا استخدمته ده في قلب صندوق الوصف. طبعا ما تبخلش علينا باللايك والشير والاشتراك في القناة عشان يوصلك منا كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.